نسكنها معنا؟ بدك تجلطني انت؟ مو على اساس طلعت بنت كذابه وخلصنا منها؟ طلعت انا ظالمه. ظالمه؟ نحن قاعدين بحكم العداله، شو هي ظالمه كمان؟ غيث، ليش كل ما تبدا الامور تنحل بيناتنا بتعقدها؟ مين هي رنا اللي عم تهتم فيها كل هالقد؟ فهمني لتكون اختك وانا مالي عرفانه. غيث غيث الله يخليك، مو كل شيء بالتمييع بيصير، هذا مو اسلوب تفاهم. انت بس فهمني، عم تعمل مصلح اجتماعي على حساب علاقتنا ولا شو؟ غيث انت عم تخسرني شوي شوي وما عم تحاول تعمل ولا شيء. وليش حضرتك ما بتفكري انه انت كمان عم تخسريني شوي شوي؟ ليش هذا التهديد كل ساعه والثانيه كاني ولد صغير؟ انا شو قدمت لها العلاقه؟ ليش بالله انت شو قدمتي لها العلاقه؟ ليش اجيت؟ إذا مشان حدا ما يعتب عليك لا تخاف، ما حدا رح يعتب. سلافة هلا مو وقت الحكي. قوم رجع على مخبرك. والله صحيح يمكن إذا تركته تفلس. هلا أنت بدك تدمي هيك؟ شلون يعني هيك؟ عن جد أنت غريب. لازم كون هلا عم بضحك وأنت مبارح أبصر وين كنت. ولا ليش أبصر؟ كنت بالمخبر. ريحتني على أساس
أنا ماشي. بيكون أحسن. يا ريتك تكون صريح مرة واحدة معي وتيجي تقلي أنا هيك. يمكن يمكن ساعتها نظرتي إلك بتتغير. مرحب مروان. هلا هلا. شكرا كثير مروان. لا ولا فوتي حبيبتي عادي. ولا يهمك، إن شاء الله ما بصير إلك الخير. أنا حجزت له غرفة، يعني رح ينزل من الطيارة على المشفى. كتر خيرك صاحب واجب، ما بتقصر. كيف بده يسافر وهو مكسور من دبي؟ ما بعرف ما بعرف. عمار فيك شي؟ قاعد بالحمام، ممنوع كمان؟ صار لك ساعة ونص قاعد، ممكن تطلع بقى؟ خزامة الله يخليك تركيني بحالي. ها لك بدك تقعد لحالك، أنا بروح من البيت، بس اقعد بالصالون بشي محل مو بالحمام. يا حرق أخت القصة، حتى بالحمام فينا. شو بدك، طمنتي؟ لا ما طمنت عمار، أنا اليوم وخالعتي هذا أولا، ثانيا تقلعت من الشغل، قلعوني والله. أنا ماني قدران اسمع شي. طب افتح الباب، مو انت رجال البيت؟ لا تفتحي، ماني طايق شوف حدا. شو مقريني الساحرة؟ مرد أبوكي؟ بابا صار له شيء؟ ولك قول مرحبا، كيفك؟ تفضلي. شفتك ولا يا خزامة؟ تركي خزامة بحالها، تركيها، ما بكفي اللي عملتي فيها؟ أبي صار له شيء، فهميني. هلا اسمعني، أبوك ما بيصار له شيء، بس أنا جاي مشان أحكي أنا وياك، لأنه أبوك هو اللي دبر السرقة مشان يتهمك أنت وخزامة. لكن أنا جاي. خالتي! أنا تعبان وقرفان ومو ناقصني جنان ووجع قلب زايد. أنت وأبي تصطفلوا مع بعض، نحن ما دخلنا غيره. لك أبوك ما بدي اسمع شيء. وإذا بتروحي من هون بيكون كتير منيح. ماشي يا عمار ماشي، لك أنا اللي جاي أنصحك، لأنه كامل عم بيدبر. خالتي لهلا محترمك، ورجيني عرض التافك انقلعي يلا. ولك أصلاً لمين رح تطلع غير للي خلفك؟ آه تضرب أنت وياه. شو هذا يا حرق أختك، ما أسألك صحيح؟ ياه من زمان كان جاي على بالي حدا يهزقها، بس بتعرف عن جد شكلها مسروقة. إيه لأنه ما في بالعادة تطلع بلا كراكيشة ودهباتها. إيه ما بدك تحكي لي ليش كنت قاعد بالحمام وعم تقتل بحالة؟ سجنته يا عود. تحقيق مو مبين، يعني بجوز هو معهم، أنا متأكدة. غيث بدك تشهد معي، أنت قلت لي وأمي كمان معه. اشتكيتي على أمي؟ ايه 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 اشتكيت عليها وحكيت كل شيء. امي باعتني، ما حدا رح يصدقها، بس القاضي رح يصدقني انا. مو انت هلا وين عم تروحي؟ وين عم تاكلي؟ وين عم تنامي؟ من شارع لشارع بدها الأحصى. شو عمرانة بالمحل؟ مثل العادة. طيب ها وهي دقينا على الخشب.
الياس انا ما رح طول عليك، بس بدي اطلب منك طلب. خير. بزماناتك قلت لي مشان دورات هون بالمحل. صرفت النظر. طيب تقدر تأمل لي شغل؟ إذا مو عندك عند حدا من معارفك، أنت معارفك كتار. أنا أول مرة بطلب منك هذا الطلب. شادي معارفي كلهم صعبة، شادي صعبة. كان لازم تفكر كتير منيح. فادي قلك الحارة كلها مطبولة. شوفي اللي وراك، عم يتزورون لأني عم بحكي معك. شادي أنا بفهمك، بس هاد باب رزق. ولا يهمك. شوفي جوري، من الآخر بنتك اعملي فيها اللي بدك اياه، بس أنا ما دخلك فيني، ما دخلك. لا، بهذا الموضوع دخلني ونص. سلافة ومروان بدك تنسيه نهائي، تركيها للمخلوقة بقى. عم تفهمي ولا بتشوفي شي ما بيعجبك؟ ها؟ لا بقى، حاجة إهانات، خلص طقيت. إذا بنتك ما تحملتك أف. يا حرق أخطى القصة، ولك يا حرق أخطى القصة. شو مفكر أنا فاتح بنسيون ولا خان؟ لك وطي صوتك، البنت برا شباب. أخي عصر بس مو هلا، فكر فيها شوي. للبنت حرام. لك حرام؟ يا حرام جلدك على عظمك. شو عايشين بروسيا؟ واحدة مو معروف قرحة أبو اللي خلفها منين؟ لك منين جاي ما بعرف. بدك ياني سكنها بالبيت؟ اختي ساكنه هون. بدك ياني سكن هال اختك كان بجوز تكون محله كمان. خليه عنا كم يوم بعدين بنلاقي لها شي مكان. حرام عليك. لك لا تفلجوني انتو اثنين. ها ماما مفكريني الام تيريزا انا. بعدين تعال اقول لك، حضرتك مثلي مثلك مستاجر بيت، خذ اللي عندك استضيفها هني. غيث طلعت البنت. اسمعني منيح بابا، لا رح ساوي شي ولا رح اعصب، بس بابا بده يفهم منك انه شو قصة السيارة. بابا ليش ما انك مصدقني؟ مو عمار قال لك بعد ما تلسانه انه استأجرها رفيقه؟ انا شو دخلني؟ بليا هاي آخر مرة بعدلك سؤال، لا تكذبي علي. إذا كذبتي حتصير مشكلة كبيرة. بابا مين هذا ربيع الصوفي؟ لازم دق لعند غيث لحتى أشوفك. ديما وقت اللي أنا بكون طافي موبايلي معناتها أنا بكون مضروب على قلبي وعندي شغلات كتير مكركبة. يعني حلك تعرفيني عمار. انت مشان هداك اليوم يعني انا حسيتك انه ولا لانه كنت شربان اللي يعني اذا ديما فهمي الشغلة. أولغا وعمر بدهم يجوا من السفر، وعلى الاغلب انا وأولغا نرجع لبعض. ما فيني احكي غير هيك. ترجعوا؟ كيف تكون ترجعوا؟ ليش هي بتتحمل تعيش هون؟ ديما انت منين جايبه هذا الخاتم؟ كبير ما بس حلو. ديما منين جايبه هذا الخاتم؟ ايمن جايبه هديه لامي، عم يرشيها مشان تبدا تروح تخطب له.
يخليكي تعيشي طول عمرك وحاسة انك قتلتيني. ماشي يا خزامة ماشي. شبان 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 لا مو لازم اول واحد ينزل من الطياره هو. طولي بالك لسه ما نزل حدا، بعدين الطياره ما لها 10 دقائق حاطه مروان جوا هلا بيعمل له كل اوراقه. اول مره بعرف انه مسموح حدا يفوت لجوا. لا ما كتير مسموح، بس مروان بيعرف واحد بيشتغل جوا. هلا انت ليش ما خبرتي حدا من اخواتك؟ ليكو 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 عاصم وينه؟ كل حبيبتي. طولي بالك مو وقت البكي هلا. لك شو بكي ريم؟ شو بكي؟ طولي بالك طولي بالك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم يا رب. لك هلين شو بكي؟ لك بوس ايدك وشو قفا؟ في خيم معدنين عفينا من الجيش بدون ما تدفع بدل. روقي خلص روقي روقي الله يرضى عليك. روقي روح خيو روح. يلا يا جماعة ولادي عدوب طبق العشرين ولسه لا شغلة ولا عملة. بيقول لك بدي أخطب، بتروحي بتخطبي له؟ طيب أنت بتعرفيها للبنت؟ سألتي ليش مصر عليها؟ شو في بيناتهم؟ ليش أنا وقت خطبت لك كنت بعرف أنا رغب أو بعرف شو في بيناتكم؟ لك أمي أنا وقت خطبت كنت ولا قل لك أنا ليش عم بتدخل؟ بدك تخطبي له خطبي له، بالنهاية هو اللي بده يأكلها. وطي صوتك هلأ بيطلع من الحمام بلا ما نزعجه. مرحبا. اهلين اهلين امي. امي انت سالتي ايمن منين جايب الخاتم؟ يي علينا تركتوا الدنيا ولزقتوا لي ايمن. يخطب مين ما بده يخطب، اتركوه ما حدا يحكي معه، واذا حدا بده منه شيء يجي اللي يا الي. الخاتم يلي جايب لك يا مسروق. فادي 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 شادي بدك تنسانا فمانا ولا لا؟ انت قلت مستعد تتخلى عن كل العالم كرمالها. روح تكون ناطرتك ولا تركتك ومثل العادي هي بتترك وانت بتركض وراها. فادي لا تصغر عقلك. انت بتعرف امك شو صاير معها؟ بتعرف اخواتك البنات شو عاملين فيهم صورتك؟ لعنين نفسهم يا استاذ. لك انا كنت رح اتقلع من الشغل كرمالك. ممكن نحكي بدون التصرفات اللي مالها طعمه؟ نحن اول عن اخر بدنا نحلها. هي هي مشكلتك، معتبر انه الزمن بينسي وممكن ترجع الامور طبيعيه. فادي 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 انا مو صفيان لغيرك. كل العالم عم يدوروا لي ظهرهم، انا ما كنت متخيل بيوم من الايام انه ما بتتخيل. تعرف لو كان صاير العكس كنت مسلم وصرت مسيحي شو كان صار؟ كنت انقتلت. لك ايه كنت انقتلت. شو ناطر من العالم؟ منيح اللي بعدهم عم يقولوا لك مرحبا. هي اللي عليك وحده تبقى لا تنساها. فكرتي منيح مشان الشغل؟ يعني هي مقابل هي؟ أدونيس هي القصة بتفيدك مثل ما بتفيدني تمام. طب وبركي أنا قلت لا؟ ليش حسيتك أذكى من هيك؟ لأنه أنا فعلا أذكى من هيك. أي بين البايع والشاري يفتح الله. طولي بالي حاولي تقنعيني أكثر بركي برضه. ما حسيتك مناسب لهالشغل، خلص العرض ملغى. طولي بالي قديش بدي أخذ نسبة؟ قلنا لك لغينا العرض. ندى غريب، يعني انت كيف واثقه فيه لهالدرجه؟ انا مالي واثقه فيك بس انا بعرف طبعا. بعدين عدم المؤاخذه شو بدك تقول له لأدهم؟ لا تغيلك انا بعرفك بتزحلقيني بيوم واحد. المهم ايمتى نبلش بالشغل؟ نحن مبلشين. امتى انت بتحب تشتغل معنا؟ انا جاهز بس قديش النسبه؟
والله ما بتعذبي حالك، فوتي لجوا شوفوا الشك بخير. ان شاء الله تسلمي لي انت بخير. شو ما في كلمة تتفضلي؟ لا. شو بده يطلع منك؟ مو غريبة على الفلح. الحق قالي لي جاي أنا صالح. جاي شو؟ جاي صالح، وكنت حابة خبرك إنه رح نسقط الدعوة اللي رافعينه. ها عأساس بيطلع لكم فرنك وجاي توهبيني إياه. اي حبيبتي بيطلع لنا، هذا مال أخي، بس نحن ما حابين نعمل مشاكل. بعتقد عندكم محامي، فهو ببلغ المحامي تبعي. محاميكي ولا صاحبك ولا جوزك؟ والله عم بستنى هالعدة لحتى تخلص مشان اتجوزه. إذا جاي تشوفي بنات أخوك فهن مانن هون، وإذا خلص حكيك فأنا مشغولة كتير. استني شوي، بدنا نفهم شو قصة مها. قالت تجوزت مسيحي، بس مو غريبة ما دام أنت أمها. طبعا كالعادة لزقت له لبين ما، واللي على هالتخلفة المؤاخذة شي من أبوهم. أنا السبب؟ لك أنا لا ضغطت عليك ولا ركضت وراك ولا بوست إيديك، أنت أخذت القرار لحالك، مانك قادران تحمل مسؤوليته ومشكلتك. ممكن توطي صوتك؟ فضحتينا قدام الجيران؟ إيه أنا اللي فضحتك، إيه من أول يوم تجوزنا وصوتك ملعلعة ولا أنت معلش؟ هي أنت دائما هيك، صعب تحسي بالعالم على أساس إنه أنت يعني محور الكون. إيه أنا محور الكون، فعلا أنا محور الكون. لك أنا اللي قبلت فيه ما حدا بيقبل فيه، ولا لأنك انقطعت عن أهلك، إيش وشايفني كل يوم نايمة بحضان أمي أنا؟ ايه على اساس انتو يعني كنتوا عائله متماسكه وانا اللي فرطتها، ما انتوا من الاساس فارطين. كل ما بحاول اعمل شيء بتيجي بتطلع علي بالعالي، بس لعيونك ضايقتك الشجره، ضايقينك الصور، شرك شرك. لا ماشي وهي لك يا ما لاجني، انا مالي ناقصك وانا مالي ناقصك. اذا انت مضغوطه انا مضغوطه طاعة عشرة. انا اللي متغير علي كل شيء مو انت. انت كل عمرك متعود على عيشه بين الجرج والليله والتقطير، ممكن افهم انت شو اللي تغير عليه؟ أنا عايش بإنجاج؟ هذا لأني اللي مو عاجبك، كان بزماناته. لك عيب عليكم، شبكم؟ ليش صوتكم طالعة؟ بدك فكر، أنا بعرف إنك طالعة على إيران، أنت حق، مشان هيك رواتب كثير عالية. طيب مين المحطات اللي بدهم افلام وثائقيه عن العراق؟ يعني الجزيره العربيه مين؟ لا شركه خاصه جديده تنتج وبعدين بتبيع. وبهالوقت مين اللي ما بده فيلم وثائقي عن العراق لو شو ما كان يكون؟ طيب شو طالبين بالضبط؟ شو بدهم؟ يعني بدهم مخرجين وصحفيين. انت خطرت ببالي كونه هو ما عندك التزامات، فكر ورد لي خبر، بس ما تطول كثير، الفرصه ما بتتعوض. جد أهلين أهلين غيسي. كيفك؟ شو أخبارك أنت؟ والله ماشي الحال، عايشين. يلا سلام عمار. طيب لا تنسى مثل ما قلت لك الرواتب، مثل ما قلت لك إن شاء الله يومين بدي لك خبر. ماشي. شو شغل مرتب ولا كباريهات؟ أفلام وثائقية عن العراق وعن اللي عم يصير فيها. يا سيدي هذا المكان منحوس واللي بيجي من وراه منحوس. هتقولي عم تفكر جد بالروح على العراق؟ صالح وبعدين؟ إذا ما لهم منسجمين ليش لا يتزوجوا؟ لساتهم صغار. أنت مالك شايفتيهم قبل؟ أنا صار لي 3 سنين بعرفهم. أحلى علاقة بتشوفيها بحياتك. يمكن بالأفلام ما شفتي مثلها. هو بيحبها كتير بيموت عليها، وهي كمان. إذا هيك ما حلون يتخانقوا بهالفترة بدهم يطبشوا بعض لبين ما يلاقوا حل، بس هن من جوا بيحبوا بعض كتير. الزواج صعب يا نهال، بقى كيف على 2 بظروفهم؟ شو هيك تمام؟ عذبتك معي كتير. أنا اللي أصريت، ما بتصدق قديم بنبسط وقت بشوف 2 بيحبوا بعض.
وين سرحتي؟ حلو كتير الفستان، يعطيك العافية. خايفة؟ لا، بس منيح إنه ما عاد عندي أوهام عن الحياة بعد الزواج. معناها زواجك رح يكون ناجح، لأنه الواحد ما لازم يحلم مشان ما ينصدم. بالضروري يكون عندنا شوية أوهام. بتعرفي أنا ما يعرف عندنا هلأ ليش بدي أتزوج. أنت هلأ خايفة مشان هيك مختلطة عليك الأمور. بالعكس، هي أكتر مرة بتكون الأمور واضحة بالنسبة لي. أنا ما عندي ولا سبب من جوا يخليني أتزوج. أنا رح أتزوج بس مشان أهلي والناس. تعي نكمل. أسامة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا علينا، فكرتيني بدي انتحر. ما فكرتيني بدي انتحر. شو هالحرف يلي بكلمة طلاق ما استوعبته؟ أنا طلقتك غصب عني مو بكيفي. إذا بدك تهدد أو تستقوي على حدا فوت لعند أبي احكي معه. معي مالك حكي، بعيد هيك. تعرفيني مجنونة؟ لا تخليني جن أفضحك بالحارة. بفضحك؟ ها، إيدك وما تعطيك. أوكي، اسمعي 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 اسمعي. إذا كنتي مفكرة حالك إنه أنت ممكن تعيشي من دوني، بتكوني غلطانة. بتكوني غلطانة كتير مني. أنا بقتلك، عم بقتلك، عم تفهمي علي؟ حتى لو اتطلقتي هي مو آخر الدنيا، يعني هي تجربة وخطية. زعلانة؟ ماني زعلانة بابا. حتى لو شي يوم قسيت عليكي ولا غصبتك على شي، يعني إن شاء الله بكرة بيجيكي بنات وبيكبروا، وقتها بتعرفي ليش أنا عم بتصرف هيك. بعرف إنك عم تهزي راسك مثل العادة ومالك مقتنعة. لا، ما لي مقتنعة، بس رح أبطل هز براسي. بابا حاسة حالي كتير مبسوطة، عن جد مبسوطة. أول مرة بعمري بحس حالي حدا، ما كان بدي غير هذا الإحساس. وبدي كمان شغلة تانية ممكن أطلبها منك. طبعا بابا. طول عمري من أنا وصغيرة بحلم أنك تضمني. ممكن تضمني؟ أهلا ريحة. مار اسمعني. لا ما صارني هالصور. أنا كثير رومانسي، وأنت أول شاب بتعرف عليه بحياتي، مشان هيك ما عم بعرف أتصرف. أنا بعرف إني بنت ما كثير الشباب بيحلموا يحكوا معها. رحاب، خليني أكمل. طول اليوم وأنا عم أتدرب على هالكم كلمة اللي بدي أقول لك إياها. أنت عندك مشكلة بالالتزام؟ أنا عندي مشكلة ثقة بحالي. سني صغيرة بس أنا ريحة. يا خلينا نقعد، يا خلينا نمشي، صرنا سينما. أنت بتقول كل العالم كومبارس. أنا ما بحب فيلم العرب، ما بحب الموسيقى اللي بتسمع، كمان ما بحب ذوقك باللبس، وبيتك ما أنت ما بحبه. حتى الطقس معك المهم انك تضل معي.
أنا ما فوت لجوا، أنت ما بتحب المطار. أنا معك بحب كل شيء. اكيد ما رح يشتكوا عليك، مستحيل. بلا شو قلقان علي كله منك، انت بتعرف انه هالقطعه مميزه مشان هيك بتطلع عليها الاول. ان سهرنا كثير، ها مره ثانيه ما ترفع صوتك علي قسما بالله. لا سهرناك كثير حبيبي، رجلينا بالفلقه سوا. لا لا حبيبي لا، رجلينا مو بالفلقه سوا. بعدين شو بدك تحكي علينا؟ قل لي، نحن ما بنعرف شيء عن اللي صار. نحن طلاب جامعيين محترمين، جيت انت لعنا وقاويناك، بعد انت سرقت وانكشفت ومسكت القطع معك، نحن شو لنا علاقه؟ بعدين لذكرك بشغله، هلا شهادتك رح تكون مقابل شهادتنا نحن الثلاثه، ورأيك لمين رح يصدقوا؟ ماشي يا علي، هلا هيك عم تحكي معي انا؟ اعطيني مصاري. مصاري؟ اني مصاري؟ مصاري اللي اعطيتك اياهم اليوم؟ تبع ديكور المحل؟ ديكور المحل؟ انت عاطيني مصاري؟ علي عم فهمك ها؟ اي وانا ما عم افهم. ما عم تفهم؟ ماشي يا علي، لا قسما بالله وحياة اختي، اذا ما بجيب لك الشرطه ما بيكون اسمي ايمن. ادخيل اختك انا. والله بحر حبيبي. مع حبيبتي انزلي ارتاحي معي بالصالون، هون برد عليك كتير، بعدين اول على اخر رح يرجع. قلبي حاسسني انه ما رح يرجع، انا جرحته كتير بس هو اضطرني. لا رح يرجع ورح تتصالحوا ورح تروقوا، هي فترة وبتمر. بركي ما رجع، بركي كان صاير له شي. حبيبتي الخبر السيء دائما بيوصل بسرعة، بس هو بحاجة انه يكون مع حاله. تعي حبيبي يلا شو هالسرعة اللي فيك تسرع بلا مكوشك شباب الاسعاف عم بيموت. ما فينا نشيل وسط الحديد برا. الله يصبر الله يصبر. نحن ما فينا ننزل فيها المستشفى، بدهم يفتحوا تحقيق وسين وجيم. أنا مع هذا الكلام مو ضده، لأنه هي البنت ما بتنترك، بدها علاج وبدها إعادة تأهيل، ضروري كتير. خايفة يصير لها شيء، بركي ماتت لا قدر الله، شو بدنا نساوي؟ لا تخافي ما رح تموت، قالت موت علي، حتى القصة. الطبيب قال إنه الجرح مو واصل للوريدة،
بس هي مغمى عليها من الخوف. يا صحيح عمار، تذكرت نسيت قلك انه انا اتطلقت. بحياة اختك، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. شو حاسه كيف بدي قلك، يعني بدك وقت لتستوعبي اللي صار؟ ما لا مو هيك، حاسه انه ما عندي مشكله افكر فيها قبل ما انام. لا كمان تعبير مو هيك، اسمع لقلك، يعني كيف انه لو شو نامت؟ غيث لازم تعرف. بعرف. شو هي اللغة اللي عم تحكوا فيها؟ ليه عم تحكوا بالألغاز؟ بس عنا هون بالشام مراكز لكشف هيك شغلات وببلاش وبدون سين وجيم. شو يعني؟ انتو خايفين يكون مع ايدز؟ واخرتها ما رح يلتقى بيت اليوم بكل هالفتلة، ما عجبني غير بيتين، واحد مليونين ونص بحرستا والتاني بثلاثة ونص بيتسيا. ما فيك تشتري بيت بهالقيمة ولا منرجع أنا وأنت على الحديدة، وهلأ اثنيناتنا ما عم نشتغل. طيب شو بدنا نشتغل إذا طلعنا على حمص؟ كنت عم فكر ناخد بيت طابقين، الطابق الأول منسكنه والأرضي منعمله مطعم. من دار نشر لمطعم. سائر امتى بدك تبطل احلام؟ الرخصه ما رح تاخدها، وان اخذتها انت مو تاجر كتب، ما بتعرف تربح، مو طبعك. مزبوط، انا طبعي شيف مطبخ. لك انا ما عم اقول نطبخ بايدينا، بس اذا فتحنا مطعم هلا انا اللي عم بحلم قهوه صغيره وفيها كم فزلكه من فزلكات قهاوي الشام، وفوق منها بنفتح سناك، فكرك قديش بيكون دخله بحمص؟ حاولي تنامي مرة تانية. أنا آسفة، ما كان قصدي سبب لك مشاكل. أنت هلأ ارتاحي وما تحكي ولا حرف. أنا كنت حاسة إنه في شي مو نظيف، طلعت مو بس أمي. رنا عم قلك خلص مو وقته. حبيت إني أكون مثل البنات تبع المجلات، بيلبسوا تياب حلوة ويسافروا وبيشوفوا العالم،
بس أنا كنت حاسة إنه في شي غلط. الحق علي، ليش عم برمي بلايا على الناس؟ رنا انت عمرك 18 سنة، شفت هويتك، يعني انت بأي بلد تاني تعتبري قاصر، فلا تبلشي تحكمي حالك. انت هلأ شغلتك ترتاحي وتنامي وتفكري بالدعوة وبس. ما هاد بدي. هي لا، هي مو على كيفك. وهم بدي روح بعد ما رنا، بكرة رح يجوا اثنين من منظمة تابعة للأمم المتحدة، هنن رح يقولوا لك شو تعملي. انت هلا بس ارتاحي ونامي وفكري ببكرة وبس. ويلي صار؟ اللي صار صار، ما عاد فيك تغيري فيه شي. رنا انا ما رح فيدك، فلازم انت تديري بالك على حالك وتحاولي تغيري حياتك من اليوم وطالع. توعديني؟ فيك شي حبيبتي؟ لا ماما، ما في شي. هلا بدك تنامي؟ لا، عم فكر بسيناريو فيلم، بس إذا بدك بقوم بسهر معك. لا حبيبتي، بس أنا كنت عم فكر يعني إني أحضر معك بروفا، بتفرج هيك كيف عم تشتغلوا، ما بزعجكم، لأنه أنا كمان لازم أغير شكل، شو رأيك؟ أنا بضل معها. بعدين هي آخر مرة بتخبوها لي لك، على شو بابا؟ يعني بالأخير رح أدرى. والله بعرف بابا، بس هلن كانت خايفة تزعجك، حبت تقلك بعد العملية. مو لازم كون معه أنا بالمستشفى. لا عادي بابا، عادي، ما هي أمه كمان. بدك مني شي؟ رايحة؟ إيه بابا خليها تروح، أنا بقيها معك. والله أنا برأيك بابا تفوتي تنامي لك شوي. ايه تقبريني، فوتي نامي، انا لازم طلع على الاولاد، من امبارح تاركتهم. ما في داعي تعذب حالك معي بابا، انت كمان روح ارتاح. يلا بخاطركم. الله معك بابا. سلافة، لا تاخر علي بكره. بالصبح بكون عندك، وانت ديري بالك على حالك، فوتي نامي شوي وارتاحي، ايه؟ تقبريني. بخاطرك. يلا معي. لا تقلقي بابا، لا تقلقي، كل ما سألت وقت وبيرجع مثل ما كان. شكري ربيك انه صارت هيك مو اكثر. الحمد لله الحمد لله. بابا ما قلت لي شو المشروع بدك تحكي معي فيه؟ هلا مو وقت بابا. قومي حبيبتي مثل ما قلت لك، قومي فوتي نامي قبل لا تجيبي لي حرام ومخده خليني نام. يلا بابا يلا، بدك تصحي بكير، عندك عملية. ما عم يطلع بإيدي نام، ما عم بقدر، والله ما عم بقدر. بابا هذا مو طلب. يلا يلا بابا يلا يلا حبيبتي يلا يلا قومي عنا. بجوز تطول غيبوبك وما حدا قالك انت بصحى، لكن المشكلة لما بصحى نتيجة موقع الإصابة وكمية الدم النزفها محتمل يصير معه نقص اكسجين في الدماغ. شو يعني؟ شو يعني دكتور؟ يعني في وظائف المخ تتعطل يا خالد. دكتور حالة اسعاف. على اذنكم، انا هلا رايح على الدكتور تبعكم، معك ان شاء الله. شكرا. اذا بيصير له شيء لايمن
بتكونوا انتوا كلكم المسؤولين. مين اللي صار؟ اللي صار انه بهدلتوا له الولد ومو من هلا، وكلكم طلعتوا حقدكم عليه، تركتوه وجبرتوني اتركه. انت تحديدا، مشان وحده غريبه بعت الدنيا كلها، ومشان اخوك ما تنازلت. ايمن ما له حرامي، ما له حرامي، فهمانين؟ ما له حرامي. امي هلا هو وقتها. وقتها؟ امتى وقتها؟ ولا حضرتك مو فاضي؟ نقلعوا انت وياه، نقلع من وشي، ما بدي اشوف خلقتكم بلا ما لم عليكم المستشفى كلها. يلا نقلعوا نقلعوا. لسه ما طاب راسي؟ لا لسه ما حلو الدواء يأثر. طيب قومي عدلي معي. معلش بدي استنى هون. بلا ما تستني هون، الأوضة مثل البراد. قومي يلا بتمرضي. وداد أنا غلطت شي؟ ضاعت سنيني وزماني نسيني وضيع حنيني وشتي شفت دموع سوت أنيني. ضاعت فرحة العيون، الحب نسيها وشربي كل العواطف بعدت ايديها. ضاعت فرحة العيون، الحب نسيها وشربي ضيع حنيني وشتي شفت دموع وزود أنيني. دبلت ورودي نسيت عهودي، ضاعت شجوني راحت لاقي علي من الصفا بردت ضمك وضوي احزاني. مشتاق شوفك يا الصفا زهرة باحلامي. مشتاق لضمك وضوي احزاني. مشتاق شوفك يا الصفا.